بناخذ شتي. فاذا كنتوا اعداء يهود ونصارى، الله تعالى جعلنا اخوان بنعمته. هذاك الشيء التخربيق والصداع هادي المهم. وهادو حنا كنا كنشجعوا الفريق الى لعب، كنشجعوه غلبوه تنقولوا ليه واخا ديالنا ما لعبتيش عاود كرك، لانه الناس تابعه الفراجه. دابا هما ما تعرفوا التقلوى وبا يغلبوا صحاب شا شاد لعبت القلاوي شي ما خدامش اوليدي. هما دابا هذاك الشيء مزيان، التيرانات كيدرسوا الدراري الشباب تيضيعوا تيتقاتلوا اش هادشي كاينين هكاك. الله ينعل دينا كره ولاد الخاب هذوك هما اللي في هذوك اللي تيعطيو الروبورتاج هادو انت سمعت تقول اعطيه اعطيه اعطيه، ومن اللي تعطيه تقول وعلاش عطيتيه. هضرات القلاوي هادي بنادم ياكل ويشرب ويحمد الله ويتخاوى مع خو كيما كان واخا يكون ما نعرفهاش. زيد شويه الله واخا شوفي انت واش هو هذاك، وانا راه هو هذاك. دابا قبيله عاودت لكم ديال الطاكسي، علاش؟ أرض التليفون ديالك الشريف عندك. عاودت لكم ديال الطاكسي علاش؟ على صافطو ليك. ما كاين دابا اللي تيسحبوا راه ما شديه، واخا كنشوف بكرا تندير حاجة اللي ما تنشوف هي عين ظهري مقربين عليا دابا، عين ظهري هي كري. المهم إنسان تافضوليت يبعد منا وتبركيك. علاش درت عليك النكتة ديال هذاك؟ دخل الحمام ولقى الاخر قاعد تيكر تقلاوي، هذاك تيكر تقلاوي الاخر وقف ليه فوق راسو، اش كدير اش كدير؟ الاخر قاعد راسو قال له كنشطب لك فين تقعد؟ يا هو وراك اش كيدير يلاه يا ريح. تافضوا لي باش مقودة هكا وتبركيك تا هو مقود اش مقود؟ واحد قاعد في واحد القهوة اللي قاعد كيبدا يبرقد فيه. بيقعد واحد خينا داين ضدر دار فيه ذاك البرقاق، ها ذاك منتظر عقب هذاك البرقاق غير شاف فيه تيشوف فيه ويولي ذاك منتظر تيدير تيحكو عينيه فوق النضاضر. والبرقاق تلفات لدين مو الحقيقة شوية عاود دارها بقى هذاك تاني تيدير. والبرقاق تلف وينوض عند هذاك قال له السي محمد ويلا كلاوك عينيك حيد نضاض روحك في عينيك. قال لي على ود القبيله كلاك سكوكته تحيد السروال. قال لي لا انا سوداني واحد ثلاثه مبليل بالشراب. يوم شاو لواحد الرودات داو الشريبه وقعدوا كيسكروا عرفتي سكيريه غير سخنوا بداو تيغنيو. هذيك الروضه الا ساكن فيها واحد العفريت خرج مالكم ياك لاباس طعتونا. قال له خويا راه حنا مولا وليدات وكنجيو تنتخباو في هاد الروضه كنشربو وكنمشيو عند وليداتنا ترانكيل. قال لهم داك العفريت مني نتوما مولا وليدات انا غندير معاكم واحد الخير زوين ولكن ما باقيش ترجعو عندي لهاد المقبره. غبر داك العفريت ورجع جاب لهم ثلاثه البيضات، عطى لهداك وحده عطى لهداك وحده عطى لاخر وحده الاخراني شدها دار فيها. قال له هذه البيضه اش بغيتي لينا؟ قال له شتي هاد البيضه ديها لدارك انوي فيها داك الشيء اللي بغيتي الذهب ديامان الفلوس ضربها مع الارض الدار تولي لي كاع فلوس. يلا سيروا الاول جا الدار طباخ ذهب ولا ثلاث الدار كاع ذهب الاخر طباخ ديامان ولا ثلاث الدار كاع ديامان. الصباح واحد دق على صاحبه اه يا اش درتي بديك البيضه؟
قال له دخل يا واد دخل تشوف راه الدار عندي عامره دهب. قال له الاخر وانت؟ قال له دخل يا واد دخل تشوف انا راه الدار عندي عامره ديامون. قال له داك صاحبنا اسمع اشري اشري راه دابا تخلط لينا تقلاو خرج على مرات تهضر. قال له داك صاحبنا ما عرفناش دار بديك البيضه. قال له الاخر يلا نشوف واش دار بها. وما يوصلوا للدار دقوا عليه. فرجعت المراه كاين فلان؟ قالت لهم اودي باقي ناعس. دخلوا انتم اصحابه دخلوا فيقوه وما يدخلوا عنده. اعيا انو دار نادم كلوب من الناس اش درتي بديك البيضه؟ قال له عجبتها حطيتها فوق الماريو راهي فوق الماريو. جبد يا ولد القحبه جبد هذا راه دارو عامره ديامان وانا داري عامره ذهب. جبد ديك البيضه داري دي با يجبدها فلتات ليه ويقول صاحبو شي جد داك القلاوي باق ولات الدار عامره قلاوي ولات خاريه معاه المراه. شوف هاد الحلوه كي دايره طلع له تقمز واحد القرعه مشات تجري لديك الروضه فين عندي العفاريت ودي خرج عنده داك العفريت ياك ودي لاباس. قال له ها العرض يا الله راه ديك البيضه فلتات من يديا وقلت شد شد هاد القلاوي راه الدار عندي عامره قلاوي ها عار الله الا ما اعطاه بيضه اخرى. قال له هاك يلاه دي هادي وسير للدار قول حيد داك القلاوي راه غيتحي جايبها وجاي تيجري غير وصل للدار حيد هاد القلاوي ما بقى تا قلوه ساعة مسكين من يدار هاكا لقى تا قلاوي ما كاينين. هذاك الدري صغير يا راه تاني تسمع واحد خينا هذا كان قاعد عليه خويا خليه يقعد عليه احنا نضحكوا هكا يا ما درناش هكا ما نضحكوش مع بعضياتنا راه الا ما درتي هكا راه تضحك شويه هكا دير راه الا ما درتي هكا باش بغيتي تضحك قالوا والله تبقى مكبر حتى تموت. هما تيديروا المسرحيات كيديروا القلاوي حتى حاجه ما تضحك حتى نعاود لكم على الحوايا كلشي ها اسمع واحد خينا ما عنده مسكين باش يعيد اش قالت ليه مرتو؟ يا قالت ليه لا بغيتي تسعفني سير عند با وبا راه غادي يوقف معاك وشري الحولي يا احنا معيدين بحالنا بحال الناس يا قعد تقرب العيد وهو يمشي عند نسيبو والحاج قال له نعم ولدي قال له الله يستر عليك راه بغيتك توقف معايا قال له فاش قال له في الحولي قال له ذاك النهار وقفنا معاك تعطيناك البنت انت بارك تحوي فيها ايوا نزيدو نوقفو معاك دابا تشري الحولي سير وقف مع كرك ولا دبر الكرك واش مسكين لهاد العرسه ديال البيك وشاد حناكو وقعد كيخمم جا وقفات عليه واحد لقا وريه ها قالت له تمشي معايا قال لها فين قالت له للرياض لاش قالت له انت تهلا فيا وانا نتهلا فيك قال لها زيدي مشى معاها الليل كامل اصبح الصباح عطات واحد 700,000 فرنك شرا الحولي التبزيرة بصلان فاخر كل شيء جاب الحولي دخلو مع الوقيتة ديال الذبيحة الحولي المرأة كلات الكبدة كلاو القتبان في العشية وصل الليل فرشات ليه المرأة حداها عرفتي المرأة واكلة الكبدة سرحات يديها بدات لراجلها بزبو قالت له فلان قال لها نعم قالت لي شت هذا كاع ما واقف وقال لي الوقفه اللي وقف هذاك راه كاع ما وقف باكا بنت الحجره راه وقف تشري له الحولي دابا غير بغيتي يوقف دروب اصحاب الكره صداع الكر على والو والله العظيم صداع الكر وشي قلوه ما كاينه والو مازال ما عرفوا كاع شنو يدير واش لعبوا ولا مازال ما لعبوا
بغيتي تقول بان الشيبانيه نحشو مالي. واحد تاني مسكين مريض، يلا يا قولوا هذا باش مريض، هذا مريض بواحد الطبيعه كي دايره، كيبدا كيهضر وتيجي لها كيدير اخويا لاباس واش مبروك الله يبارك فيك كيدير الوالده الله يبارك فيك عيد مبارك سعيد خير ديما مسكين تيجي لها. واحد النهار قال لهم امي، قالت له نعم، قال لها امي راه بغيتك تزوجيني، قالت له وليدي كي غادي نديروا لها الزواج، انا نمشي نقعد مع الناس كنهضر وانت قاعد تدير هكا، لا ما خليتينا وليدي نهضروا. قال لي امي غادي نمشي معاك ومنين ندخلوا عند الناس غادي ندير يدي هكا ونقعد عليهم وانت يا هضري مع الناس. قالت لي اوليدي الا درتي هكاك انا نزوجك. مشى معاها دخلوا عند الناس قعد على يديه، المراه كتهضر مع المراه، الا لا طالبين راغبين بين بنتكم لولدنا. قالت لها ام العروسه لا لا هذيك راه بنتي، واش انا كرهت لبنتي الزواج؟ انا لا جيتي عليا انا بغيت ولا اني نسولو البنت، اجا بنيتي هاد الراجل راه جاوب يتزوجك على سنة الله ورسوله، اش قلتي يا بنيتي؟ قالت لها انت يا امي اش قلتي؟ وقالت لها بنيتي انا بغيت، وقالت لها بنيتي يا امي بغيتي، وانت انا بغيت، هو باقي لينا غير الحاج باها راه غادي نهضرو معاه هو قاعد في البيت. اسمع باقي لينا الحاج باها ناد كيجري عند الحاج البيت، والحاج المراه بغاتو البنت بغاتو انت ما بغيتيش. الحاج ما باقي عرفاش هاد الخلاوي واش هاد عواهم كاملين وجاي ليا انا. ولينا زمان قبال منهم كاع ويني عاود تاني قلت الحمد لله على السلام. عطيك كل سمنت انا في ديك الخمسينات شيز بوبا كانوا الاول يهرس لامك الكركع عطيك دوك تاع الكريك قالوا تعرفوا الحاخ والبلاصه يسيب تمك تديرها تبقى الزبله ديال دابا هايدي البوماده يا ولادي. ويني لقاه يقلاوي اش يدير يعطيهم لينا يرشيهم في كرك اخويا لا تيجي معه بعد هاد الوقت تمشي بخارية ضحك ما كرك الدور عشرة هما هكا ونضحكوا مع روسنا والرحمة في الله والعام اللي جيتي تلقى انا كنضحكوا الى طول الله العمر ما عندنا باش نخدعوك ولا باش نغدروك فحيت انا راه شفتهم هما العظيمين الا هادو ديال دابا والله ما تتقبضوا غير بالحيلة. انا من غدا نجيب لكم كسوة انا ديال الصحراوة وقريعة عمري بالشمع وندير في دينهم الحموم يبانوك عليه ونبرك عليكم العرقة زبدات البحر مدفونة في الغبار 42 يوم إذا عندك الدكار قد هكا دهنو راه طوال دهنو راه خمار ضربوا في حيط ما يحوايج أنا ضربت في حيط وما يحوايج على باقي عندك زب ولاد عندك بين سيا والله تيقول لك هار 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 إيه أنا 2000 ريال والغداء السيمانة الأخرى كيجي عنده أشري ديك القرية هذه بعدي ليا كاع ما طولاتو الاخر تاهم لولا هاد القعاف تيقول علاه كي درتي ليه؟ تيقول له ودي تهدو ناعس كان عليك تفيقو قلتي ليه تهدو فايق كان عليك تخليه تينعس لا تهدو مزغب كان عليك تكرتو واحد ثلاثة ديال الزوامل جابوهم البوليس من كينيس وجابوا معاهم واحد بولحية
واحد ولد القبال دخلوهم للكوميسارية واحد الضابط البوليس كيسول دوك الزوامل على السميات ديالو. قال له واحد سيد انت اسمك؟ واحد قال لي انا. قال لي انت؟ قال لي انا كريم. قال له دوز كريم دوز. اسمك الاخر؟ قال لي انا. قال لي انت؟ قال لي انا الحسنيه. دوز الحسنيه. وانت اسمك الاخر؟ قال لي انا. قال لي انت؟ قال لي انا واسعه. واحد واسعه ولقى معاهم بلحيه. اي 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 ولد القحبه انت بلحيت ومع هادو ما حشمتي ما تسحيتي؟ قال له بلحيه لا نعمس انا رانا فقيه كنصلي ما بيني وبين داك الشيء حتى حاجه. ويقول لي داك الضابط البوليس قول لي انت مع هذوك الارهاب؟ اسمع بو الحيا انت مع الارهاب؟ هو يقول لي ويلي ما بقى يضحك معكم حتى ولا راه مع الارهاب راه 30 عام في الحبس اللهم يدوز مع الزوامل براحه. صعب الحيرة خطر. واحد راه دخل للدار هو يلقى المرأة عندها ستيدة. قالت له هاك هادي راه صيفطوا عليك البوليس. جاب ستيدة دخل الكوميسارية شدها من عندو هذاك. انت هو فلان؟ اييه. انت اللي كتسكن في الزنقة 48؟ اييه. ايه انت راجل ديك عيشة القحبة؟ قال لي لا 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 انا مرتي تتصلي. قال له هاك سير سنترال ما عندهاش بغاو. شال الكوميساريه اخرى شدو عندو ستيده. انت هو فلان؟ اييه. انت اللي كتسكن في الزنقه 48؟ اييه. انت راجل هذيك المراه اللي كتصلي مع الارهاب؟ قالو لا نعم انا راجل عيشه القحبه. اللهم ارجع معاك الرول القحبه. سمعت هذي واحد خينا كيبيع ويشري من هاد البيعه ويشريها لي عندنا من مراكش. ها هما هنا دوك هما اللي البازار كان تيبيع ويشري وهي تدرو كرشو. حمساتو شي خريانات كيجري لواحد الكابينه هي حدا الكوميساريه. يلاه دخل هبط السروال. دا كيسمع التليفون كيصوني عليه. داك اللي قال لي يا ودي مده هادي وانا صابر عليك دابا غير ما صيفط لي فلوسي ولا داك الشيك راني غادي ندفعو. الاخر تيخرا وتيقول لي ها العار لا تدفعو. انا مزعوك فيك صبر عليا شويه ودفعو. والكابينه دا يسمع دفعو ما دفعو جا تيجري عيط للبوليس قال لهم واحد تيحوي بواحد هنا.